شو رح تعمل؟ خلص بدي ابيعه فسطي. يعني مصمم؟ ما فيش غيري. طب مش تستنى مازن لتاخذ رايه؟ من وين بدي اشوفه اسا اذا ما خلصنا حصتنا من هالوسخ؟ شو سوي؟ شو مالي؟ شو مالي؟ شو في؟ ممغوصة ولا؟ شو يعني؟ ولا اشي ولا اشي. اودت خلص فطورك بعدين بدي المدرسة. لا 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 خليها عندك بلكي تعزيها اليوم. ما انت تعبانة؟ خلص روح عندي روح ما فيش اشي. السلام. الله يسلمك. وين بدنا نروح اسا؟ اي مكان مش فارق المهم نكون انا وانت. على البحر. على البحر بس بالاول بدنا نروح نجيب فستان العرس. يلا لازم تعرفوا انه لما بنكتب ترقيص التاريخ هذه مش مجرد رقم وبس هذه ذكرى بكل يوم لازم يكون في اشي نتذكره اليوم قبل ما اجي على المدرسه لفيت بحيفا بالشوارع والحارات تأملتها وشفتها أحلى من أي مرة بشوفها فيها تأملت البحر والبيوت والحارات تأملت وجوه الناس شفتها حزينة حزينة أكثر من أي مرة بشوفهم فيها بدي
إياكم تتذكروا وما تنسوا إنه هاي البلد بلدنا، وهاي الأرض أرضنا، وهدول الناس ناسنا. الإنجليز واليهود إلا ما يجي يوم ويطلعوا من هون، فلسطين من البداية إلنا وللنهاية إلنا. حبوها تتحبكم، عطوها تتعطيكم، وضحوا من شانها لأنها بتستاهل التضحية. وإيش ما صار لا تنسوا التاريخ. أقر أنا صبري نصار أنني بس عقد الأجارة باسمي أنا. أنا بدبره، أنت بس كمل وقع. شو؟ كيف أوقع قبل ما أقبض المصاري؟ تقبض بتقبض، لا تخاف. كيف يعني ما أخاف؟ هات لتشوف. ما معي إسا. كيف بدك تشتري لك؟ يا أخي ما عملت حسابي، ما معي. بس امبارح كان معك، كنت جايبه على أساس تبيعه، أنت بطلت، واليوم ما عملت حسابي وما جبت هون. خلص خلص، من هون الدور بيكون عندك. شوف، ما بوقع إلا لأقبض. طيب طيب، كمل الورقة وجهزها، لما تصلك المصاري بتعطيني إياها. واقفة بالمي إذا كانت باردة. أنت قلت لي أمشي بالمي. وأنا أي شيء بقول لك عليه تعمليه؟ طبعاً. مش جوزي؟ أنا؟ بكرة مش اليوم. آه صحيح ليلى، إحنا من بكرة خلاص رح نصير مع بعض. إذا ما تأجل العرس. وإيش بده يأجل العرس؟ بقول إذا. ليلى البسي بسرعة. استاذ سعيد، استاذ سعيد، الانجليزي بينسحبوا. ايش؟ الانجليزي بينسحبوا من حيفا. شو بتقول؟ مثل ما بقول لك استاذ، بيخبوا مواقعهم، بسحبوا جنودهم. طلع الشارع وشوف. بدأت بتفكيك وإخلاء مواقعها المتواجدة في الأحياء السكنية،
حيث شهدت العربات العسكرية وهي تنقل المعدات والأفراد العسكريين. أما على طول الخط المحاذي للميناء فلم تسجل أي تحركات، حيث ما تزال هذه القوات ترابط هناك. وكان جيش الانتداب البريطاني قد أخلى مدينة طبرية في شمال فلسطين قبل 3 أيام، حيث تسيطر عليها الآن وحدات من منظمة الهجان الصهيونية التي استولت على المدينة فور خروج الوحدة البريطانية منها. وأعربت منظمة شغلة مش طبيعية ليلى. وانت ليش زعلان؟ خليهم ينقلوا يغوروا عن وجهنا. درب يودي ما يجيب ان شاء الله. كيف بدي افهمك هسه؟ فهمني بعدين. بابا بفهمك. امشي تعالي ليلى، تعالي الحالي. بس قول لي بس. Yeah.
زياد ليش ما روحت على البيت؟ خايف تعال بوصلك يلا. Thank you.
اليهود هجموا على حيفا، كلنا عند الصخر من اهل البلد جيبه وينزل على حيفا. تعال روح على حيفا. لا دادي كل السعدي، كل السعدي يلا جاهر. شوفي اليهود هجموا على حيفا. والشباب الصغار ما عندهم على شيء. انت تطلع مع حسن ولا فتح الشباب يلا 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 يا جار. شاهد البرج يا شباب، شاهد البرج، سكسكوا عليهم وحصوا على يلا يا شباب. شو عم بقولوا لولاد الكلب؟ ما بقولوا لولاد ليش؟ عم ممنوع قتل الحيفة. كيف ممنوع؟ قال بدخل الحيفة بموت اليهود بيقولوا قلوا نحن بدنا نموت. ما بيسمع لحدا وبيقول حاجز هاجانا قدامي 100 متر. كذاب بيعرف نحن سلاحيين. حوي شباب
Oh!
فايدة. يلا نتحرك. روح انت. قلت لك مش فايدة يا قاسم. اسم الكف علينا. خلينا نروح جهات الجنينة احسن. ارجع يا اخي ارجع، انسى بيدخوك الانجليز. يا اخي يا الله.